يا صباح الخير وراحة البال لكل شخص انضم لنا بهذا النهار وبداية جديدة عم نودع فيها أول يوم بآخر يوم بالسنة. 31 يوم مرقوا على كل شخص فينا بطريقة مختلفة، بس ما فينا ننكر أنه معظمنا أكيد بلش بهالسنة بتفاؤل بأمل على أنه تكون هاي البداية بداية خير سعادة رزق للجميع يا رب. ويسعد لي صباحك يا ورد. صباح الخير يا نور، والله يبعث الخير مع هالمطرات يلي هلا نحن وطالعين على الهواء المباشر قدامكم مشاهدينا. المطر نازل مثل ما بنقول باللهجه السوريه مثل الحبال على العاصمه السوريه دمشق. الله يبعث الخير، ومثل ما بيقولوا اهل اول يغسل قلوبنا وقلوبكم. مثل ما حكيت نور كمان، التفاؤل موجود بالبدايات دائما وبيكون بزخم كثير عالي، لكن يلي بيحدد فعلا كيف رح نقضي باقي أيامنا هو السعي لنخلي هذا الواقع أحلى وأحلى، سواء عم نسعى لتفوق دراسي أو عم نسعى لنسافر أو حتى لنحسن دخلنا وندور على شغل جديد. يا رب التوفيق يرافقنا ويرافقكم دائما. حلقتنا لليوم بلشت يسعد صباحكم بهالعناوين السريعة يلي رح نشوفها. بأول فقراتنا رح نتعرف على أساليب عملية لتدريب ذاكرة الأطفال وتعويضها على عدم النسيان. غنيت بودك أم، أسعد دموعي. جوزفين كوزاك أديبة سورية نثرت كلماتها بين دمشق والاغتراب. ولحياة صحية وخالية من الأمراض، طرق آمنة لغسل الخضروات الفواكه واللحوم. هنخصص مساحة لنحكي عن النصائح وطرق للميك اب أكثر جاذبية مع خبيرة التجميل نجوى السمانة. رح نتعرف ايضا على تمارين للاستطاله واهم الفوائد لها وتقويه الجسم. يعني لازم بهالبردات كل ست بيت تكون مجهزه هلا طنجره العدس ورادت طعم النار لحتى يعني الشوربة هي تحس تقصد من الطقوس يعني الأساسية للشتوية. رح نشوف نحن الشيف تهامة نصبح عليها ونشوف عملت لنا شوربة عدس ولا لا. في شيء ثاني بيدفي بهالبردات. يسعد صباحك، يسعد لي هالصباح، يسعد لي صباحك يعني، ويسعد لي صباحك يا ورد. مو شوربة العدس، لا مو شوربة عدس اليوم يعني. انا عندي عقدة من شوربة العدس، انا بموت عليها لشوربة العدس. انا كل ما بفتح البراد بتلاقي في عنا بنات بسموها شوربة يلو، ليش ما بعرف. زوم حضرة اليوم والله بدنا نروح على أكلة هي بصراحة أول مرة بعملها اللي هي العجة، بس مرة دقتها واشتهيتها، وبالذات هلا مثل ما قلتي على المطرات بدك شي شغله هيك الصبح تدفيكي. ورح نعمل مع بطاطا وجز وصحن تبوله، يعني لا تقلي لي ثلاث اطباق طيبين لذيذين. ممتازين جيدين وهيك بياخذوا وقت بهالبردات ممكن تكون. لا والله العجه عن جد العجه كانك عم تقلي بيض كثير سهله كثير. هلا احذري شو مو هي بدها فرن بقدونس وبدها مدري. لا انا تفوفه هالقد شوي. اوكي اوكي انت عم تعملي شيء نحلف عليه. ما عم تعملي شيء طعمي عيلة. حنشوف المقادير وطريقه التحضير. شكرا سيف. يا هلا. لما نحكي عن الأيام العالمية أول شيء ممكن يخطر على بالنا عيد المعلم أو عيد الأم وغيره من الأعياد الثانية، بس الغريب أنه في أيام تخصصت للاحتفال بنشاطات غريبة مثل اليوم العالمي للأم الكسولة أو الابن الوسطاني اللي موجود بالعائلة هو دائماً ما حدا معبره ونسيان له، مهضوم حقه بيكون وعنده عقدة الوسط هذا اللي بيقول عليها على طول. كمان في نشاطات ثانية طريفة مثل تخصيص يوم كامل للفوضى والفوضويين، أو يوم التأخر عن المواعيد والعمل، يوم للتمرد على الأنظمة الغذائية هذا اللي بنسميه open day، بيكون يعني open month عنا نحن،
على كل حال، شو أغرب الأيام العالمية منعرفها بهالتقرير؟ وصار الوقت لنبدا معكم باولى فقراتنا يلي رح نحكي فيه عن كثير من الامهات يلي ممكن بيعانوا خلال تدريس اطفالهم من نسيان الطفل للمعلومات خلال فتره قصيره. لهذا السبب دائما بيحاولوا يبحثوا دائما عن طرق بتساعد على تقويه الذاكره لطفلهم، ومعظم الحلول بيتوجهوا لها يلي ممكن تكون علاجيه طبيه او حتى غذائيه. تماما يا نور، بس يلي كتار ما بيقدروا ياخذوه بعين الاعتبار كاهالي انه طريقه ايصال المعلومه والتدريس وحتى البيئة يلي تحيط بالطفل أثناء تدريسه والألعاب يلي بيلعبها لها دور كتير كبير بتقوية ذاكرة الأطفال. لهيك حبينا نخصص فقرتنا التربوية لنحكي عن أنشطة بتساعد على تدريب ذاكرة الطفل. هذا الموضوع رح يكون مع الاختصاصية التربوية الأسرية الأستاذة وفاء حيمور، ورح تكون معنا البنوتة حلا لحتى تحكي لنا أكثر كيف ممكن تحفظ من خلال قصة قصيرة، أو مثلا شو حفظانة من عواصم للعالم وعمليات حسابية بسيطة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذة. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك معنا. لليوم عم نحكي عن نقطة كتير مهمة يلي هي تأسيس الطفل وتعليمه طرق لحتى يكون عنده الحفظ سريع والمعلومات تتخزن بدون ما تروح، يعني بدون ما تكون معلومة هي بس لفترة مذاكرة أو امتحان وأنا بنساها وخلص. خبرينا عن طرق هيك معينة أو يعني بيقولوا مخصصة دائما هي للطفل اللي نبلش فيها معه. تمام. هلا بداية، طول ما نحن عم نحكي عن ذاكرة الطفل فنحن عم نحكي عن قدرة استيعابية فظيعة، يعني في عندنا قدرة انه نحن نحفظ كم هائل من المفردات، كم هائل من الكلمات، كم هائل من اللغات بوقت جدا قصير. فالقدرة الاستيعابية لدى الأطفال خصوصا بالسنوات الأولى، بالسنوات التأسيسية الأولى، هي قدرة استيعابية فظيعة. بين السنتين لثلاث سنوات تزداد المفردات اللغوية عند الأطفال بين 300 لل 1000 مفردة بالسنة. وهذا الشيء بيساعدنا كثير انه نحن نعرف انه الطفل في عنده قدرة على الاحتفاظ بالمفردات لوقت جدا طويل، لانه عم تتخزن بالذاكره طويله الامد. لهيك كانوا من قبل يقولوا العلم في الصغر كالنقش على الحجر، لانه اي معلومه نحن عم نحتفظ فيها بسن مبكره عم تضلها بالذاكره طويله الامد. طبعا في كثير قصص بتساعدنا على التذكر، ممكن نحن نربطها بالالوان، انه نكتب الكلمات بالوان معينه، ممكن عمليات التكرار، ممكن عمليات الاستماع. طبعا كل طفل في له نمط معين، وكل طفل حسب النمط تبعه بنقدر نمشي معه. الاطفال البصريين بيحفظوا عن طريق الصور، الاطفال السمعيين بيحفظوا عن طريق جعل القصيده او المعلومات اللي بدنا اياها على شكل انشوده صغيره فيها نغمه معينه، فممكن انه يحفظوا. في اشخاص بيربطوا، نحن بنسميهم هدول توكيدات، يعني مثلا مثل العطر المعين، مكان الدراسه المعينه، الالوان، استخدام اقلام معينه بالكتابه، كلها بتساعد الاطفال على الحفظ. ولكن اثبتت يعني جداره الايام، خليني اقول المعلومات، انه ما في ولا شيء مثل التكرار. التكرار فعلا لاي معلومه بتثبت عند الاطفال. صح. يعني من قبل كانوا هن ما يعتبروا، انه بيقولوا لك التكرار ممكن يكون للاشخاص اللي اقل ذكاء من غيرهم. هو طبعا اكيد لا، ما بتتثبت المعلومه الا بتكرار معين. والدليل حتى الكبار، نحن يعني اذا في رقم تليفون بستخدمه كثير بحفظه، بتعدي فتره ما بستخدمه بنسى. هاي موضوع خلايا عصبيه وذواكر. كيفك يا حلا؟ الحمد لله. منيحة أنت؟ قال بتعرفي عواصم بالعالم صح؟ صح. كلهم ولا شوي منهم؟ بس لعند الصومال. بس لعند الصومال؟ والقسم الغربي شايلتي من هلا الدراسة. آسيا أوروبا. آسيا أوروبا ولعند الصومال. طيب بدنا نعرف تجربتك مع حلا. حلا بعمر ست سنوات. ست سنوات وهي حافظة مثلا معلومات قد تفيد لاحقا، شغلات مسلية أكيد عم تاخذها هي وعم تلعب هي وما عم تنحرم من طفولتها. لأنه في كتير ناس بيقولوا أنه هدول النيردات، الأطفال النيردات بين هلالين محرومين من اللعب، محرومين من الطلعة، من الفوتة، من القصص تانية.
نحن بدنا نحرم طفلنا لحتى يكون مثل حلا بعمر الست سنين حافظان عواصم العالم وبيعرف يجري عمليات حسابية، ولا لا في طريقة تانية إنه هو عم يعمل بطفولته كمان عم يدرس ويتفوق؟ هي مبادرة أطلقناها بفترة العتلة الانتصافية لجميع الطلاب، إنه نحن بأعمار مختلفة، خامس، سادس، رابع، ثالث، إنه في عنا ملف PDF موجود فيه الدول والعواصم. عبوا وقتكم بالعطلة الانتصافية، كل الأطفال كانت عم تشتكي من الملل، وطبعاً نحن بنعرف يعني بظل الأوضاع والغلاء المعيشي ما عاد في أماكن ترفيه تطلع لهم ياها للأطفال، ما في نشاطات كتير، ما في أشياء يقدروا يعملوها إلا استخدام الأجهزة الذكية. فكانت المبادرة هي إنه نحن نبعد قدر الإمكان عن استخدام الموبايل، التاب، الأجهزة الذكية، ونلجأ لنرجع نشغل ذاكرتنا وعقلنا. طبعا انا بدي اقول لك انه مو بس حلا، هو في عندي عدد كبير من الاطفال يلي هن حفظوا، ولكن اليوم يعني الصدفه شاءت انه حلا اللي تكون موجوده معنا، بس في عندي كثير اطفال غير حلا كمان بلشوا بالمشروع وهلا كل مالهم عم يحفظوا ما شاء الله عليهم. صعب تدريبهم للاطفال بهالعمر؟ صعب؟ اكيد ما انه صعب، يعني هو بفتره زمنيه كثير قصيره، خليني اقول لا تتجاوز اليومين او ثلاث ايام، كانت تمكنت المعلومات عندهم وقدروا يحفظوها بسرعه هائله، لدرجه انه انا ان شاء الله يعني بدي اعمل مسابقه، هي المسابقه تكون عبارة عن يعني مثل الأولمبيات، مناظرة، مناظرة بين الطرفين، إنه نحن نقول العاصمة أو نقول يكون الأسرع بالإجابة، الأسرع بالإجابة. فهذا الأمر كتير محبب لدى الأطفال، وهذا يعني أبداً ما أنا تجربة صعبة، بالعكس عبت لهم وقتهم وبنفس الوقت بعدتهم قدر الإمكان عن استخدام التكنولوجيا. تمام، أنا عم تقولي عبت لهم وقتهم، كان هذا التدريب من قبل الكادر التدريسي ولا لا؟ كان في مساعدة من الأهل ونحن عززنا المعلومات يلي عطوها الأهل لحتى فعلاً ثبتت بالذاكرة؟ طبعا اكيد ايد لحالها ما بتزفق، فقد ما نحن كنا عم نحاول بالمدرسه اذا ما كان في جهود مضافره بقلب المنزل تساعد على انه تتكاتف هي الجهود لحتى الطفل يوصل لنتيجه معينه بوقت قصير ما حيمشي الحال. فيعني انا كمان من منبركم بحب وجه تحيه لكل الامهات وكل الاباء اللي هن عم يساعدونا لنقدر نوصل الاطفال لان شاء الله ليفل معين علمي معين باذن الله. ان شاء الله. تمام يعني. طيب جرب يا حلا اسالك عن كم عاصمه بدك، اسيا، اوروبا او افريقيا؟ وين؟ اسيا. شو عاصمه الاردن؟ عمان. سلطنة عمان. نعم؟ سلطنة عمان شو عاصمتها؟ يعني عمان. عمان؟ مسقط. ها برافو. طيب شو عاصمة الإمارات؟ أبو ظبي. على فكرة في كبار بنسألهم شو عاصمة الإمارات بيقولوا لك دبي. أوكي نروح لسوريا. دمشق. عن جد؟ طيب كيف الطريقة لحتى أربط كلمة بكلمة؟ هاي لو بدنا نعلم الأهالي، كثير من الأهالي اللي عم يتابعونا بيقولوا لك ابني عنده ضعف بالذاكرة، بدرسه قبل بيوم، بنام أنا وعم درسه وتاني يوم الصبح ما بيقدر يكتب ويسترجع المعلومة، أعطينا تكنيك. تكنيك هو مثل ما قلت، هو كل طفل هو لحاله بيعطيك تكنيكه الخاص حسب هو شو ميوله، حسب هو شو نمط التعلم تبعه. يعني حلا سمعية بصرية، إذا شافت صورة بتلقط، إذا سمعت بتلقط، وهذا كتير قليل لقي بين الأطفال إنه يكون سمعي وبصري. طبعاً يعني برجع بقول ما هو بس شيء خاص بحلا، بسم الله عليها هي ذكية جداً بالمدرسة، متفوقة جداً، ولكن كمان عندي كتير أطفال بيوازوا بنفس النسبة. كمان التكرار عند حلا كتير ساعدها إنه هي تضل عم بتكررهم لحتى هي تحفظهم. وتقسيم المادة، يعني هي أنا دائماً بقولها للأهل، ما تعطوا كم من المعلومات، حاولوا إنكم تدخلوا المعلومات بشكل تدريجي لحتى هذا الطفل يتقبل المعلومة يحفظها، وكل يوم زيدوا عليها شوي، كل يوم زيدوا عليها شوي. غلط اللي بيصير عند طلاب الجامعات كلهم إنه هن بيدرسوا المادة قبل بيوم، فبتلاقي إنه بتعرف على المادة، بتعرف على المادة. نور وأنا بنفس الوقت بنتعرف على المادة إن شاء الله. يي عندي بكرة قبل فحص بيوم. فالمنهج هو مقسم أصلاً لما نحن بناخد المنهج الدراسي موزع من قبل التربية على شهور، كل وحدة مقسمة على أيام، يعني بنلاقي مثلاً الوحدة الأولى مقسمة على 18 يوم، يعني هي المعلومات خلال 18 يوم بدها تتاخذ. ما في شيء اسمه أنا أفتح الكتاب وبلش فيه من أول يوم لآخر يوم، إذا ما أخذت الأشياء بشكل تدريجي ما بيمشي الحال. بدي أسألها سؤالين هيك كمان يكونوا صعبين قدامك. الهند
نيودلهي. ألمانيا. برلين. برلين. جود. فرنسا. باريس. باريس. هولندا. أمستردام. أمستردام. السويد. ستوكهولم. ستوكهولم. يعني الفكرة إنه هي كميات المعلومات اللي أخذتها حلا وأخذوها الأطفال خلال العطلة كانت مدرجة ومقسمة على عدد أيام العطلة، فلهيك بالنسبة لإلهم صار الموضوع جدا سهل. أي عاصمة مثلاً هلا أسألها؟ الصين. بكين. اليابان. طوكيو. حتى الدول المتشابهة صار بالنسبة لإلهم سهل جدا يحفظوا العواصم. لما أربط صورة بكلمة بمعلومة فأنا بقدر استرجعها بالوقت اللي بدي إياه. قدي ممكن يستغرق معنا بهذا العمر الطفل إنه يحفظن، أو ممكن بعمر أقل أو أصغر نبلش معه هيك ولا لا؟ في عمر معين هو قادر إنه أعطيه هذا الكم من المعلومات أو هذا الحجم من المعلومات لحتى يتم استيعابه بطريقة صحيحة؟ والله إذا كل مرة بطلع بقول إنه فينا نبلش من سن الولادة بلاقي انتقادات إنه في نقدر كبيرة. بس هو أكيد نحن بنقدر. يعني انتشرت صورة من فترة لمؤسس الفيسبوك مارك زوكربيرغ. مارك تمام. في حاطط طفلة رضيعة هو بنته بحضنه وعم بيقرأ له كتاب عن الذرة مخصص للأطفال البيبيات. طبعا بالدول الأجنبية كتير عندهم هذا هي الثقافة العالية إنه نحن قد ما عطينا معلومات للأطفال الرضع من السنوات الأولى أو خليني أقول من الأيام الأولى، وهذا الشيء نحن بنستخدمه بطاقات التحفيز البصري للأطفال الرضع، منهج جيلان دومان لتعليم الأطفال الرضع، قد ما أنا ببلش مع الأطفال من سن مبكرة قد ما أنا بحصد نجاح بوقت كتير عالي. تمام. بس إذا أنا استدركت الموضوع، يعني أنا مثلا ممكن أقول أنا اليوم ابني عمره 5 سنوات، في طفل ملول، في طفل ملول، في طفل كثير الحركة. والله في أطفال، كل الأطفال ملولة وكثيرة الحركة لأنه نحن ما عاد عندنا المساحة الكافية إنه الطفل يتحرك، ولكن هذا الطفل الكثير الحركة الملول هو أكثر الأطفال ذكاءً إذا عرفنا نستخدم ذكائه بشيء موجه. فملول غيري له الأنشطة، استفادي من إنه هو كثير الحركة بنشاطات حركية، نشاطات حركية مرتبطة بالنشاطات الذهنية. كرة عادية، طابة صغيرة، كرة عادية، حطي عليها مثلا حروف، ارمي له اياها يطلع الحرف يعطيكي كلمة، عمليات حسابية، فيك تستخدمي النشاط يعني الحركي. يعني استخدمي نشاطه بتعليمه. بإدخال المعلومة الصحيحة. تمام، هون قديه بدنا نحن تكنيكس، قديه بدنا نحن بطولة بال وصبر ونلحق طفلنا وشي بالحسنى. وشي بالحسنيين كمان. ما رح أقول غير هيك. شكرا لوجودك معنا. شكرا وكل إلفان. التوفيق يا حلا، نورتي صباحنا اليوم. أهلا وسهلا فيكي. شو منقول؟ شكرا. 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 أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك. شكرا لإلفان. صار الوقت مشاهدينا لننتقل لمطبخ صباح الخير ونشوف الثلاث أطباق. بأي طبق حتبلش اليوم الشيف تهامة؟ يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي انضموا معنا لصباح الخير. واليوم رح نعمل مثل ما كان عم يقول ورد ثلاث أكلات. أنا هنا مو ثلاث أكلات وليمة، ولكن هنا نوع من المقبلات. بما أنه هيك اليوم برداد بدنا هيك شيء أكلة تشهينا على الدفايات، يعني حبيت اختار لكم العجة. ولو تعرفوا فوائد العجة كتير منيحة، بتعملوها تقريبا بالأسبوع مرة. هلا أنا بصراحة ما كتير بعملها بالبيت، بس هداك اليوم دقتها واشتهيت، قلت هالمليون بدي أعمل لكم إياها. شو بيلبق للعجة؟ التبولة. ومعقولة هيك ما مرقت صحن ثالث من المقبلات؟ قلت يلا بعمل لكم بطاطا وجز على طريقه كمان اليوم جديده شوي، يعني فيها هيك تغيير كثير خفيف. بس حذروا شو نسيان البس الكفوف. خلينا بس نجيب الكفوف لاني بالعاده ما بنساهم. طيب هلا اول شيء رح اعرفكم على المقادير انا وياكم وانا عم البس الكفوف. هلا هون بالنسبه للتبوله، انا في عندي هون بقدونس فرمته مفروم ناعم، طبعا هاحتاج عندي بصل مفروم ناعم، هاحتاج كمان نعنع بس ما بدي كتير كميه، يعني 5 جرز بحط له نص جرزه بس، هاحتاج كميه كمان من الخس مشان الزينه. هون مثل ما انتم شايفين عندي برغل ناعم وزيت زيتون بندوره مفرومه. خلونا التبولة هلا على جانب، خلينا نجي لهون على القسم الثاني اللي هي العجة. العجة هون حاحتاج عندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة من الفلفل الأسود، ملح، 3 من البيض، هون في عندي برشة ليمونة، وفي عندي بصل أخضر، ورح آخذ كمان شوي من بقدونسات يلي حطيتهم للتبولة. وبالنسبة للبطاطا الوجز رح أحتاج مثل ما أنتم شايفين قطع البطاطا هدول، بودرة ثوم، ملح،
اوريغانو وفي عندي فلفل اسود وبابريكا وشوي من زيت الزيتون. يعني اكلات لذيذه سهله طيبه فينا هلا نقوم نتشجع ونعملهم. يعني اذا الخضر جي جنب منا كثير ممتاز. اول شيء خلينا نبلش به تتبيله العجب. هاحتاج اول شيء خليني انا بلش به خفق البيض. هاحتاج 3 بيضات هون، هاي ححطها هون. هلا انا فيكم انتم تعملوه بزبديه بس انا مشان تشوفوا المقادير حطيت. هلا هون رح اجيب المعلقه. هلا هون رح احتاج برشه الليمونه. هي البرشه الليمونه بتعطي هيك بتروح في، اذا في شيء زنخه بتروحها. هلا اول شيء خليني اخفي ورح اجيب معي شويه مي، رح اضيف عليهم شوي من المي بهذا الشكل، يعني تقريبا شي نص كاسه اذا انتبهتوا. حطيت مي، لحط هون عندي معلقه صغيره من البيكنج باودر او ممكن تحطوا بيكنج صودا. هون في عندي فلفل اسود، رشه كمان من الملح بهذا الشكل. هاحتاج هون مثل ما انتم شايفين عندي هون بصل اخضر، ورح اخذ كمان هون عندي كميه من البقدونس، يعني التبولات رح ينقصوا شوي بس انا حطيتهم مع بعض. كتروا بقدونس، البقدونس مع العجة بتعطي طعمة كتير طيبة بهذا الشكل. كمان نتوفة يعني شي معلقتين ونص تقريبا، هدول بيطلعوا جرزة. هلا هون في عندي نعنع أخضر، أنا ما فرمته للنعنع الأخضر، أنا النعنع الأخضر بالذات بنفس الثانية بفرمه لأنه دغري بيسود، فأنا وقت اللي بدي أساوي أفرمه فرمتين على السريع وضيفهم فوقها. طبعا هيك، وطبعا انت في اي بهار بتحبي تحطيه فيكي تضيفي. هلا رح اقيم وضيفهم عليها. هلا ضل عنا العنصر يلي رح يشبك لي هي الخلطه تبع العجه اللي هي الطحين. الطحين بتحطي ومتى ما اخذتي القوام اللي انت بدك اياه بتوقفي. هلا رح احط تقريبا هيك وحرك، تقريبا هي كاسه، رح اقيم وحرك بهذا الشكل. طبعا فيكم تكتروا بيض وتخففوا مي بس انا اعطيتكم طريقه بحيث انه تنفش وما تخافوا بتنفش. شايفين هذا القوام اللي انا بدي اخذه للعجه. ويمكن كمان فيكم هلا، والله انا بدي كمان ضيف له شوي من الكمون هلا. يا سلام، يعني هلا قديش هيك الواحد يجيب هلا ربطه خبز. انا تبع الدوله طبعا ما بحب غيره، هيك سخن يكون سخنين مع قرص عجه ولقمه تبوله. شهيتكم ما شهيتكم بالله، انا عمل لي هيك ورد شكله اشتهى ورد، عم تطلع فيني انه شو هلا عم تقولي انت هيك. ححط رشه كثير خفيفه من الطحين. انا بس خليني ورجيكم القوام تبعه. وهون انا حبلش اعل على القلي. مثل ما انتم شايفين حبلش انا هلا بقلي العجه، ها هيك وهيك صار عندي القوام. هذا القوام اللي بده ينزل بقلب الزيت. رح احاول شوي ارفع ايدي، يعني ما بده يكون مريء ولا بده يكون كثير جامد، بهذا الشكل كثير منيح. الزيت بده يكون كثير حامي ونزل بالمعلقه مثلا مثل هاي، بعمل هيك بهذا الشكل تمام وبنزلها شوي شوي وبتركها متى ما حس ما دغري تقلبوها. متى ممكن انه هون انا بتمنى اساسا يكون معه وانا عم بقلي بس ما حيمشي الحال، تخلوها لحتى تمسك لحالها، متى ما شفتوها مسكت بتقلبوها. اما اذا بلشتوا تقلبوها هي لسه مو ماسكه بتلاقوها فرطت بقلب الزيت وما بيمشي الحال. بس بعد اذن المخرج دقيقه مشان اذا رجعتوا لعندي بعد شوي. هلا هون في عندي انا البطاطا رح اقطعها، في عندي هلا طريقه جديده، انتم تتذكروا كنت اقطع البطاطا الودجز واغليها شوي على الغاز، هلا لا سخنت المي رح اطفي الغاز واتركها للبطاطا ربع ساعه بمي سخنه، يعني ما رح افور عليها، رح اتركها منقوعه بمي سخنه. شكرا يا خلينا يا نجدد كل مره. شكرا لك اهلا. اذا فرطت بنقول نحن غيرنا راينا، عملنا عجه مفروطه. ممكن والله ما منطالع حالنا بالخجله، لا منجيب يعني هيك هيك الامهات بيعملوا معنا كانوا. بتتذكري بتعملي عجه؟ لا ما بتعملي بس بتفرط احيانا. بس هلا بتدوقيها للاسف ما جربت. بس هلا بتدوقيها اذا سخن عملتها. اوكي شكرا. سلام ايديك يا هلا. كل شخص فينا اكيد عنده قصه بحياته بيكون هو بطلها، وفي ناس الابداع بيرافقها بكل مراحل حياتها حتى ولو تقدمت بالعمر ووصلت لمراحل الناس بتشوفها عجزت فيها، ولكن بتضل بتقدم وبتعطي بشكل مستمر. بتثبت انه كل ما جوهر الذهب
بيعتق وبيزيد بريقه. حكايتنا اليوم عن أديبة سورية بعمر 90 سنة قدرت تعيش مع حروفها، سافرت كتير وكتبت كتير. رح نعرف قصة الأديبة جوزيفين كوزاك بهالتقرير لزينب عمار. المسيح قال من ضربك على خطك الأيمن ضر أو لأيد وطاي ولا مو طاي ليه؟ بعد فوات الصيبة الطير الشيخوخة وعي بعد فوات إذا قلت لك لا تزعلي من يوم صارت هالقصة من 11 سنة ما بسترجي اطلع من الحارة. عام 1933 بكناريا بجزر الكناري بإسبانيا جيت بنت 4 سنوات جيت أنا وأهلي هربان من حرب فرانكو بإسبانيا وكنت ما بعرف عربي وصارت تضحك علي رفقاتي لأني ما بعرف أحكي عربي وخطبت درجة معيشة هذه بالضياء درجة جيد جدا دراسات عليا بعد دبلوم التربية بالألبوني وبعد الفلسفي بجامعة دمشق. اتصل فيه صف الدوع شو معنى كلمة فلانية قلت له الضياء قال من غير قلت له ما بتغير حرف وما تغير وكرر من عام 2008 لليوم 26-27 كتاب ومستغناي بدي مين يشاركني او يناقشني او يجادلني او ينتقدني ما بدي اعيش من استثمار قراءتك كتبي لا لا كان ما بكتب بإرادتي بينفرض علي هلق مفكرة أكتب سيرة حياتي ورفعت عطفي أعطاني قال لي أنت يا أديبي لازم تقري كتاب بالإسباني أبكيك هل يبكى العطاء أرسيك هل يرسل الآب أبكي بعدك أشتاق اللقاء بكم أشتاق عطفكم ويشجيني الرثاء طيب النسر صعب علي
خلي ابني نسوي كأعلى من شرك ابني من الأوائل. المهم إن الشعر بربع ساعة ومتعة ينفرض علي الشعر شعور، أما النثر موضوع سماء وبلادي أعلى وزرقة. يا صباح الخيرات عن جديد. لحتى تحافظ على صحتك من الضروري انك تلجأ للغذاء الطبيعي من الخضروات والفواكه، بس النقطة الأساسية اللي لازم ننتبه منها هي نظافة هاي الأطعمة من الأوساخ وبقايا المبيدات الحشرية بغسلها بطريقة صحيحة وخاصة الخضروات الورقية. 100% يا نور، وفي كثير ناس بيتكاسلوا، واحد منهم محسوبكم، لحتى ما يجيبوا هدول الخضار لأنه تنظيفهم صعب وبيتجاهلوا هالموضوع. إذا جابوهن راح يعرضنا لأنه لأمراض كثيرة للأسف. لهيك بفقرة اليوم رح نتعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف الفواكه والخضار خاصة الورقيات وأيضا اللحوم إن كان دجاج أو لحم أحمر، مع ضيفتنا الكيميائية الأستاذة براءة حداد. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. عم نحكي عن تنظيف الخضروات بوقت الأوبئة والأمراض وانتشارها بشكل كبير، وفصل الشتاء يعني معروف بالخضروات الورقية، السبانخ، السلق، الخس، البقدونس، الفجل يعني والنعناع وما تبقى. أنا كست بيت وخاصة بالفترة الماضية كان في انتشار كبير للكوليرا، يعني صرت أحتار أنا كيف بدي نظيف. صحيح. بالخل إن كان يعني الطبيعي إن كان الكيميائي أو المصنع، فينا نقول حمض الليمون، الملح، الأدوية اللي فينا نجيبها من الصيدليات، يعني أنا كست بيت محتارة الطريقة الصحيحة المثلى، خبرينا عنها. تمام. يا صباح النظافة وصباح الصحة للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. هلأ الخضار الورقية كنا عم نحكي معاكم هلأ تحت الهواء أكيد مستحيل نقدر نستغني عنها إلا بحالات ممكن تتشخص، لكن إني امتنع عنها لا مستحيل. الموضوع نحن بس بدنا ننتبه إنه الخضار الورقية بتحسوها أنتو كتيرة، لكن عن جد تنظيفها جدا سهل لأنه أنتو بتنقع وبتنسى بس، يعني أنتوا ما كنتم مضطرين ورقة ورقة. هلأ في عندي مشكلة مع الخس ومع الملفوف. نحنا من قيم الورق الخارجي هنن بس كم ورقة، حتى بيكون يعني هي بيكون نوعا ما خشنة متصلبة كتير، فنحنا بنستغني عنهم بنعتبرها كتير قاسية. بعدين شو بنعمل فيهم؟ بنفتتهم ورقة ورقة، يعني بنقوم بنزع ورقة ورقة للخس والملفوف. أنا بكون محضرة مسطح مائي طشط خلينا نسميه أو طنجرة، عندي خيارات كتيرة، الملح والخل هو أقوى، وفي عندي مادة بجيبها من الصيدلية إذا بتكون أو يمكن العطارين هلأ موجودة عندهم اسمها بيرمنجنات البوتاسيوم، من أقوى المعقمات، يعني مفيدة على حمض الليمون والخل. حمض الليمون غالي نوعا ما ونحن بدنا ندوب، فنحن منلاقي حمض الخل هو أقوى. هلأ حضرتك عم تقليلي التجاري أو الموجود بالبيوت، هو نفس الشيء، الناس اللي بتحضره ببيتها هي عملية تخمير من العنب أو التفاح. أما التجاري هو يعني جايبينه نحن، هو عبارة عن حمض الخل الثلجي تماما الممدد، نسبته من 3-5% بالسوق. فأنا بس بدي معلقتين من حمض الخل أو مادة البرمنجنات بحطهم بمسطح مائي لمدة نصف ساعة، هو زمن التلامس لحتى نعقم. هلأ أنا في عندي نقطة بس بدي أقولها، في ناس لما حضرتك حكيت أنه نحن منتكاسل أنه مثلاً الخس من جوا شو بيكون موصل له؟ تمام. ما هو مزروع بالتربة، يعني أنا بقول بشيل اللي متصلبين من برا تماماً، اللي من جوا أكيد مو واصل له تراب مو واصل له شيء أبداً، بالعكس
بس واصل له حشرات الفطور ممكن. تماما هي الفطور للاسف هي اللي بتسبب المشاكل المعويه، بتسبب الاسهال والاقياء والامراض الثانيه. فنحن مجرد ما انا بعدت اوراق الملفوف والخس عن بعضهم فنحن بنكون وصلنا لراس الخس من فوق، وانا بعمل له هذا التدليك. هلا بعد نصف ساعه نحن بنغسلهم ورقه ورقه، هذا الأفضل. أو بقدر أنا أتخلص من الخل الموجود أو المادة الكيميائية الموجودة عن طريق الشطف مرة واثنين وثلاثة بعدين لحتى تصفى المي وحس أنه فعلا ما عاد في شيء. في سيدات بس رح لك بيغسلون ورقة ورقة عادي بالنسبة لإلهم، طالما نحن بدنا نحافظ على صحة. أنا بحس لو غسلناهم ورقة ورقة إذا ما تم تعقيمها مثل ما قلتي في ميكروبات أنا مالي شايفتها بالعين المجردة. تماما تماما 100%. هي الفطور أكثر شيء اللي ما بتشوفيها، أما الأتربة والأوساخ هي بتكون بقى نزلت بقى بسطح الإناء الموجود. صحيح، وفي الحشرات الصغيرة مثل المن الصغير هذا بيعيش عليه. بس نحن كمان ما بننسى إنه وزارة الزراعة بتطلق حملة لمكافحة نوع من الفيروسات والبكتيريا يلي بتعيش عليهم، ومع هالشي نحن مننظف. هلأ مثلاً إذا أجينا لموضوع مثل مثلاً الخضار اللي بنقدر نمسكه بالإيد، البندورة، الخيار، الفليفلة، النقع، أو مثلاً فيني أخذ ليفة حط عليها نقطة نقطة من سائل الجلي مثلاً. تمام؟ هاي الليفة أنا ببللها بالمي وفيني أنا واحدة واحدة، ساعتها أنا بكون أمنت أنه طبعاً. فعلاً هذا هو التعقيم. طبعاً. هلأ شو الممنوع استخدامه؟ الكلور. انتبهوا بزمن الكورونا للأسف لما اللي كانت الموجة من 3 سنين كان في الكلور ناس عقمت بالكلور. بحب خبركم الكلور بيترك أثر على الخضار الورقية حتى على غسيل الصحون. فنحن لما بناكلها أولا كطعمة للأسف صارت طعمة كلور مو طعم النبات. صرنا نشم الكلور. تماما 100% بيعمل ترسب على جدار المعدة وهي عندنا ياها كتير مشكلة كبيرة. فممنوع نستخدم الكلور أو تركيز عالي من سائل الجلي أو حتى المنظفات المسحوق، ما بيصير نحن نحطه على الخضار والفواكه لأنه غير آمن، بسبب ترسبات. في ناس التفاحة بيغسلوها بصابون السائل بضلوا عم يغسلوها، لا وبتضل حتى الطعمة والريحة. أبداً هذا خاطئ جداً، بالعكس التفاح غسيله سهل. لأنه رح أقول لك ليش، معظم الناس بتتخلص من القشرة الخارجية بسبب أمراض معوية أو كولون. فبالعكس في أمور تنظيفة كتير سهل. نحن طالما عنا عملية نقع لمدة نصف ساعة أوكي. لا خوف أوكي. يعني السيدة اللي بدها تحضر صحن تبولة أو بدها تحضر صحن مثلاً فتوش، ما في مشكلة من الصبح تنقعون بيجوا على الظهر بيكون الأمور جاهزة 100%. نروح للحوم إن كان لحوم بيضاء أو لحوم حمراء، شو الطريقة الأمثل بداية لا تنظيفهم كيميائياً وشو الطريقة الأمثل لحفظهم؟ تماماً. هلأ اللحوم نحنا ما بدي أتدخل إنه أنتوا بدكم تعرفوا المصدر. يعني مثلاً في ناس بتقلك بدي شوف هذا الكائن عم ينذبح، في ناس بتقلك من مؤسسات الدولة مبردة ومجمدة، في ناس بتقلك لا أنا بنزل على السوق وشوف اللحام كيف عم يقطع. هذا هاي القصص ما رح أتدخل فيها تماماً، هي خيارات فردية وهو بيتحمل بعدين العبء. نحنا لقلنا منفضل إنه اللحوم تكون مبردة، يعني من مؤسسة الدولة مثلاً جايبتها أنا مجمدة، بس بدي استخدمها أنت بتخليها برا الفريزر مثلاً 10 دقائق 5 دقائق بفك التلج بعدين بتستخدم. هلأ في هون موضوع حماية لإلنا والغراض اللي عم استخدمها بالبداية. كل أنواع اللحوم فيها أنواع من الميكروبات، يعني إذا بدي عدد أقلها 10، سالمونيلا، ليستيريا، أنواع كتير كتيرة مع أجناس وإلى تفاصيل كتير، وكل واحدة فيهم إلى أمراض معينة، لكن أشهر السالمونيلا والليستيريا لأنه للأسف أنه ممكن تعملنا أمراض. هلأ لما بدكم تستخدموا اللحمة اعرفوا المكان اللي عم نستخدم فيه، إنه هاي الزاوية الصغيرة ما أنا انبحت فيها بكل المطبخ. تمام، هذا دف تقطيع تماماً. اللحم لوحة تقطيع خاص للحوم. السكين اللي بدي استخدمها اللي بقطع فيها اللحمة ما بقطع فيها خضار وفواكه. ويفضل إنه تكون السيدة أو الشخص اللي عم يستخدم اللحمة حاطت كفوف وحاطت هاي الصدرية تبقى اللي خاصة فعلا بالمطبخ مشان تطرطش المي. تماما، نحن بنسميه التلوث المتصالب، ما تنتقل هاي البكتيريا منكم لباقي المطبخ او لإلكم. هلا بعد ما منقطع اللحمة نحن بننتقل لمرحلة الغلي. شو يعني غلي؟ انا ما بكتفي بدرجة الغليان 100 انه والله فار مجرد هلا ظهور الفقاعات يدل على درجة الغليان، لكن نحن بدنا اكثر. بعد ما تغلي بدكم تخلوها اقل ما يمكن 3 ساعات
من بدء الغليان. لكن لحتى نحن نأمن إنه جميع الميكروبات ماتت، في أنواع من الميكروبات ما بتموت إلا على حرارة عالية 130 140 150. ما في تعقيم للدجاج قبل ما نغليه؟ أبداً. أنا ما بفضل. في ناس رح أقول لك شغلة، التعقيم اللي عم تحكي حضرتك عنه إضافة مواد كيميائية نحن ضدها، نحن فقط مع إضافة الخل، والخل لخبرك ليعطيها طراوة ليس للتعقيم. الخل ما بيقتل الميكروبات اللي موجودة باللحوم، حتى الليمون الحامض حصراً عن طريق الخل، حتى الليمون الحامضة لو قطعناها وفركنا الدجاج فيها مع الخل للزنخة تماماً مثل ما تفضل الأستاذ. أما أنا أقتل الميكروبات اللي موجودة فيها هذا مستحيل. تماماً. فاللحوم بجميع أنواعها إن كانت بحرية أو الدجاج أو اللحوم الحمراء أو اللحوم الحمراء، فنحن درجة الغليان تماماً الغليان. هلأ للنقطة الثانية، كل اللي استخدمتون لوح التقطيع مع السكين مع أي شيء، نحن بسائل الجلي أولاً اللي بتعرفوا سائل الجلي بتركيبته في عندي أساسيات هي الزفتة وهيدروكسيد الصوديوم من كت كلور أول كافي سائل الجلي. أولاً سائل الجلي، ليش؟ لأنه سائل الجلي هو مخصص لإزالة هي الدهون بقيم الرواسب كلها مع الزنخة، نحن لأنه تركيبته مخصصة لإزالة هي الدهون مع الزنخ. بعدين نحن للأمان تبعنا نحن مننقعن يعني معلقة كلور ممدد، بعد ما بتنقعوها لمدة 10 دقائق مو أكثر بنعمل لها شطفة وخالصين. أنا بحطها بمكان إنها تنشف فيه وبعدين بطبون. تمام. هلأ الصدرية اللي لابستها ست البيت اللي قطعت فيها اللحوم لازم تنقع لحالها بعدين تدخلها بدورة الغسيل. تمام. هيك أنا بأمن ما في تلوث متصالب انتقل من اللحم. حسيت حالي شوي يعني بغرفة عمليات بدرجة عقامة. للأسف لازم تكون حياتنا للأسف مع انتشار الأوبئة والطفرات يلي عم تكتر. لا يمل من حديثك، مضوا الدقائق بسرعة كبيرة. شكرا لوجودك معنا ويسعد صباحك. شكرا لكم. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يا صباح. يا صباح الخير عن جديد. يا صباح الخيرات عن جد من قلبي من جوا. الأكلة اليوم كتير مبسوط فيها اللي هي العجة. على فكرة لحدا كان مصورين كان عم يقول لي يا ترى بدي ذوق حتكون أطيب من العجة اللي بتعملها ستي أمداء، وقال لي فعلا أطيب بس ما تكون ستة عم تتابعنا أساسا ما رح نعرفها. حتى كان ورد عم يقول لي عن جد كتير طيبة، بتمنى مستات اللي بتكون هيك قدرت أعطيكم فكرة لذيذة خفيفة نعملها اليوم. خليني أرجع أذكر على السريع بالعجة اللي أنا صارت عندي جاهزة. شوفوا ما أحلاها، بتاخد العقل وبتلكون يعني نحن بنحط بمصفاية ومشان متشرز زيت وكله أمورنا تمام. لكم أحلاها طلعت بتاخد العقل. هلا بس بتمنى مستات البيوت يا وقت اللي بكون تعملوا العجة ريحوها، لأنه نحن بنحط لها شوية بيكنج باودر بقى خلوها ترتاح شوي. لحاول افتح لكم واحدة وراح ذكر أنا شو حطيت بقلبها. 3 بيضات، كاسة من الطحين، شوي من المي، ملح، فلفل، برشة ليمونة، بابريكا وكمون، وصارت معي بهذا الشكل. وكل ما تركتوها ترتاح أكثر، كل ما هيك بتخنفر أكثر، يعني تخلي الويك هلا خبزة وشهيتكم بالله ما شهيتكم والله ليك هالمنظر، وسخنة مثل النار وصارت العجة عندي تقريبا جاهزة. شو بدنا نعمل جنبها؟ منها التبولة. هلا حتبلها أنا للتبولة لحالي. اللي متعودين علي اول ما بلشت بالبرنامج كنت دغري قيم البطاطا الوجز اشويها بالفرن. رجعت بالمرحله اللي بعدها قلت لهم يا جماعه انا جربت اعملها نص سلقه، اليوم جربت شغله ثالثه. يعني دائما بالنهايه هي العبره من هي القصه، انه خلينا دائما حتى لو نحن متعودين على الاكله خلينا نجرب نعدل فيها شيء ممكن يكون اضبط. اليوم جربت الطريقه الثالثه، شفتها بصراحه على انستغرام، اللي هي انه بتقطعوا البطاطا وبتنقعوها بمي مغليه تقريبا شيء نص ساعه، يعني ما بتفوروا عليها، بتتركوها بضل القوام يعني بتطرى وبضل قوامها ماسك بنفس الطنجره كانكم بالبيت. هلا حنحط لها شوي من بودره الثوم، بابريكا، اوريجانو، هدول 3 بهارات لا تنسوهم، بودره الثوم، بابريكا، اوريجانو عفوا، ورشه من الملح حنقيم الرش،
وشوي من زيت الزيتون، بدكم اياها للدايت ما تحطوا لها اشقوان، حبيتوا تزيدوا عليها شوي ممكن تحطوا عليها اشقوان. وهلا حنعمل لها تنسيفه خفيفه، طبعا انا الفرن مشعلته من فوق. يا سلام، هاي هيك، وحنحطهم بهذا الشكل. انا صايره بحب البطاطا المشويه اكثر من البطاطا المقليه عن جد بكثير، وبتقطع معي يعني، بحط لها صوصات، بعمل الصوص الكوكتيل يلي هو مايونيز وكاتشب وعصره بردقانه، وادعوا لي عليه. هلا هي حزركم بدها تروح، بدها تروح على الفرن، واكلتي هاي صارت جاهزه تبوله. رح اقعد بلش فيها، وشو بدي اقول لكم، بدي اقعد افرم البقدونس؟ لا، البقدونسات مفرومية خالصة من على بكير، مثل ما انتم شايفين هون حضيفهم انا، عندي هون البقدونس حضيف معهم البصل الاخضر مع البندور، رح افرمها بس ناعمة، نعنع، زيت زيتون وملح، وفي عندي حبلش هيك رستقة وزينها هيك شوي، وترجعوا لعندي لحتى نشوف الاطباق الثلاثة بشكلهم النهائي الجميل والمشهي. شكرا كثير لك يا اهلا يا سلم ايديك. الله يسلمك. بهذا الوقت كل صبية صار عندها معرفة لا يستهان فيها بالميك اب وطرق تطبيقه، بس ما في شك بانه الايادي الخبيرة بيكون لها لمسات خاصة، واليوم رح نتعرف على سيدة احترفت مجال الميك اب والشعر وتميزت فيه وصارت معنا بالاستديو لحتى تخبرنا عن تجربتها بهذا المجال، وكيف كانت السيدة نجوى متميزة بمجال الميك اب وخبيرة التجميل والشعر. دائما بنرحب بضيوفنا المبدعين. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك سيدة نجوى السمان. بونجور، اهلا وسهلا فيك. اسمحي لنا قبل ما نبدا حوارنا مع حضرتك ونعرف كيف فتي بهذا المجال، نروح نشوف لهذا الكليب الصغير ونرجع لنعلق. يعني مثل ما شفنا احنا وياكي والمشاهدين لمحه عن الاشياء اللي بتقومي فيها والمجال اللي بتشتغلي فيه اللي هو الميك اب والشعر، وكثير قليل بهذا الوقت لحتى نشوف فعلا اذا حدا بيحب الشعر انه يعمل ميك اب، وان كان بالعكس. اليوم انت معنا للميك اب والشعر، خبرينا شوي عن يعني المجال اللي انت فتي فيه، هل هو حب، هل هو شغف ولا لا؟ يعني مثل ما بيقولوا انه انا بحب هذا المجال وجربت ونجحت ووصلت لهذا المكان اللي انا فيه. هلا هو اول شيء حب وشغف، يعني انا هوايتي كانت الميك اب، بس وقت اللي سلكت طريق الشغل والاحتراف لقيت هذا الهوايه لحالها ما بتكفي. يعني اي واحد بلشتي بالميك اب او الشعر؟ والله انا بالنسبه لي كانوا هنا خطين متوازيين. يعني بتعرفي من قبل 20 سنه مثلا ما كنا نعرف انه اختصاص، ما في اختصاص مثلا شعر، ان احنا الشعر والميك اب هذول روح واحده لازم يمشوا مع بعض وتبدعي فيهم هنا الاثنين يعني. فانا بالنسبه لي هنا خطين متوازيين لازم امشي فيهم مع بعض. تمام. ايه، فبالنسبه للابداع اللي حصلت عليه او التطوير المهني اللي انا حصلت عليه، اني ما لقيته بس بالمهنه، انه انا بس لازم انه مثلا يكون عندي هي هوايه، لازم كمان انا اتعلم طور حالي، طبعا في مواكبه للموضه، سافر روح اجي شوف الموضات، شوف كل الاذواق الناس يعني كيف، هون صار في عندي احتراف بهذا الموضوع وصرت متمكنة منه أكثر. تمام، هو أهم شيء يكون في لمسة الذوق الراقي اللي موجودة، هذا اللي بيعطي كل حدا لمسته الخاصة. تماماً. نروح لشغلات تانية. حضرتك عضو مجلس إدارة بالجمعية السورية للتزيين
والتجميل وبتدربي مبتدئات ومقبلات على موضوع المكياج أو الشعر. شو أكثر شغلات بتحرصي توصليها للمبتدئات؟ أنا بحب إني أوصل للمبتدئة إنه علمها الأساس الصح مشان هي شو ممكن تبدع مثلا. هلا مثلا انت في عندك حتى بالدراسه لازم انه مثلا الطالب يحفظ جدول الضرب مشان يصير دكتور مثلا او يتمكن. هدول اساسيات. هدول اساسيات. ونحن عندنا كمان بشغلنا في شيء اسمه اساسيات. يعني مثلا عندك بالشعر اذا الصبيه مثلا ما عرفت تضرب استشوار صح معناتها هي ما حتعرف تعمل شيء ابدا بالشعر. يعني هي شغله من الشغلات الاساسيه. اي شغله بسيطه نحن عنا بالشعر فهو شيء اساسي. ما هو شيء بسيط بينظروا له الصبايا مره انه شو استشوار انه شيء استشوار شيء عادي او شو قص انه القص هذا الشيء موضوع عادي. لا هدول شغلات اساسيه اذا انت ما اتقنتيهم انت ما حتحسني تكملي لانه اذا استشوارك مو صح اكيد حيكون شنيونك تسريحتك حتكون ابدا مو صح وحتكون فاشله. تمام. وبعدين بيطلع الابداع معها هي تلقائي. وفي صعوبه بالتدريس لهالقصص يلي بتحب ما بتلاقي معها صعوبة بس يلي بيكون هيك جاي مثلا بده يشتغل او تعباية وقت او مفكر انه بس انه مثلا بس انا مش هلا بدك تحب بعدين تحصل للمال. هلا في ناس بتجي مثلا فورا بدها تجي مثلا مشان الشغل المصاري مثلا. أوكي. ما بيمشي الحال. هي شغلتنا بدها محبة بدها حب بده يبدع فيها الواحد بده يطلع روحه بال يعني موديل. الشخص اللي الموديل اللي قدامك انه بده يطلع هذا لوحه بده تطلع لوحه متكامله معنا. وقديش مهم دائما خبير الميك اب والشعر يكون دائما مواكب للموضه بكل سنه الترند الجديد اللي بينزل ان كان ميك اب قوي ان كان الوان ان كان تسريحات. خبرينا اكثر الموسم الجديد لهي السنه ان كان ميك اب او شعر شو اللي اختلف عن السنه الماضيه؟ في تطور في شيء جديد ولا لا نحن باقيين على خط معين من السنه الماضيه لهلا؟ لا هلا دائما في تطور دائما في شيء جديد ودائما كل حدا بصالونه هو بيعمل هذا التطور. يعني انا بشوف زميلي او زميلتي شو عملت تطور انا كمان بعمل تطور. هلا الالوان الجريئه كثير داخله برسم لاين خاص فيني. ايوه كل انسان بده يعمل لاين خاص فيه. كان شو بدها تطلع الموضه بدها تطلع مني ومن الثاني ومن الثالث. فمثلا انت مثلا هلا نحن عم نفوت على الالوان الجريئه بس هي الالوان الجريئه عم تعطيكي شغل حلو لموديلز بجنن. يعني يعني مثلا في عندك الوان الاصفر الوان الاورانج هي كانت العالم ما تتطرق لها ابدا. ايه اما هلا مثلا نحن عم ندخلها عم يطلع معنا شيء بيطير العقل. تمام. اول شيء ما كانوا يتقبلوا كانوا يقولوا كثير مأوفرة كانوا يقولوا انه هذا شو مكياج عرايسي او قصص. لا هلا في شغلات بنشوف بالانستغرام حتى عم يتجرأوا ويعملوها وبتطلع عن جد حلوه. عم تطلع حلوه عم طيب تطلع كثير راقيه. نروح لفكره كمان انه كثير من الناس بيقولوا انه في اختلافات جوهريه بالموضه بين كل سنه والثانيه. اذا بدنا نقول بال2023 بلمحه عامه البنات شو عم يفضلوا؟ هلا البنات اكثر شيء عم بتفضل السامبل بس بنفس الوقت انت بدك تدمج انه ما يكون سامبل سامبل. يعني بده يكون في اوفرا يعني بده تعمل الميكس بين الطرفين انه انا بدي اطلع واو بس بنفس الوقت بدي اطلع يعني مرتبه بدي اطلع رايقه. يعني الميكس هذا هو الموضة العصر اللي عم تعطي هي الحركات شو بدي اقول لك الجمال الطبيعي. تمام تمام. والكورسات اللي ممكن عم يكونوا مقدمين للصبايا ان كان للميك اب والشعر عم تحسي خلال الكورس انه في صبايا انه مثل ما قلتي انه متوجهين لحتى يمتهنوا مهنه لحتى يكون في مردود مادي. يعني بتقولي انه فلانه انه ما رح تكون ميك اب ما رح ميك اب ارتست ما رح تبدع ما رح تعطي خط لحلو لحالها ومن الاساسيات اللي انا اعطيتها اياها هي تلعب عليهم لحتى تبرز نفسها. ممكن تشوفي هيك صبايا ما عندهم اياها؟ ايه اكيد في هيك صبايا ما عندهم اياها. هلا مثلا اذا صبيه ما عندها هي هذه هي الروح بتطول لحتى بتطول لحتى توصل لها اذا وصلت لها. واذا ما وصلت لها مثلا ممكن تضلها في مجال معين مثلا ضريبه سشوار ويفي يعني انه شيء معين محدود ضمن المهنه. انه هي الصبيه هي شاطره بهالشغله بس هي ما فيها تعمل لوحه متكامله. نحن شغلنا لازم يكون لوحه مو لازم يكون على قصه وحده. كيف ممكن تختاري هي اللوحه؟ في كثير من الصبايا انه انا بتقول لك انه انا حابه الميك اب الفلاني القوي، حابه هي التسريحه، انت كبشره كوجه كشكل كطول انه ما انه مناسب للطلب اللي هي بدها اياه، ممكن تعملي او لا تعطيها اقتراحك. هلا
لا انا بعمل لها اللي بدها اياه وبعمل لها اقتراحي، يعني بعمل لها ميكس بين الشيء اللي هي حاببته والشيء اللي انا شايفته وبقنعها فيه، يعني بقول لها انه مثلا هيك ما بيلبق لك، هذا اللون مو حلو لعينك مثلا او للون بشرتك. مرات بيجيبوا لك صور انه مثلا انا بدي اعمل ايه، هلا انت اوكي بيلبق لك مثلا هذا الشعر حلو كثير عليكي، بس الغره رح نميلها هيك على جنب، بنعدل شوي. ايوه بنعدل شوي، بنعمل الشيء اللي بتحبه الزبونه وبنفس الوقت بنعمل الشيء اللي بيلبق لها، تمام، وبشكل مرتب وبشكل مقنع، يعني انه ما بفرض انا رايي عليها، بدي اعملها شيء هي تطلع من عندي هي حاببته. عرفتي كيف؟ بس انا بعطيها الشيء اللي بيلبق لها وبيطلع حلو، بتقلي فعلا هذا شيء واو بجنن. يعني شكرا لكل المعلومات اللي عم تقدميها، وان شاء الله كل صبيه حابه فعلا تتخذ مهنه من المكياج او الشعر لاحقا تاخذ بعين الاعتبار انه هذا الموضوع بده وقت اولا وبده حب وشغف قبل الاولا. شكرا لوجودك معنا، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك، اهلا صباحكم، ميرسي لكم. مثل ما ذكرت من شوي مشاهدينا، محتوى المكياج على الانترنت بيجيب فيوز وريتش عالي كتير خاصة على يوتيوب، ولكن مع هيك فهو مو من الفيديوهات الأعلى مشاهدة بتاريخ مواقع الانترنت، لأنه الأطفال وأغلبهم قادرين يحتلوا الجزء الأكبر والمرتبة الأعلى. بالتقرير الجاي رح نتعرف على أعلى 5 فيديوهات مشاهدة على يوتيوب. إنك تجيب 12 مليار فيو على اليوتيوب يعني أكثر من عدد سكان الأرض يلي هنن 8 مليارات، واليوم عم نحكي بلغة الأرقام والمشاهدات والسوشيال ميديا يلي صارت مهنة ربحية لكتار مننا، وكلياتنا عنا فضول نعرف شو هنن أكثر الفيديوز مشاهدة على يوتيوب، عن شو بيحكوا، وبهالتقرير السريع رح نستعرض معلومات. Bath Shower by Coco Melon، أغنية بتخص الأطفال أيضاً وبتحكي عن مغامرات لطيفة وعن النظافة، وتجاوز عدد مشاهداتها 5 مليار فيو. أسلوب حياتنا الحالي بيفرض علينا نطاق حركة كتير محدود للأسف، فالشخص فينا بيقضي معظم وقته هو قاعد، وهذا الموضوع بالتأكيد رح يقلل من مرونة العضلات ويرفع خطر الإصابة والتشنجات والوتبات والديسك وإلى ما هنالك. تماماً، وبرد وكورونا وجوائح وبنزين غالي وقصص دنيا، لذلك قاعدين ببيوتنا وما عم نتحرك ولا حتى عم نمشي. لهيك بفقرتنا اليوم رح نعرف كيف ممكن نقوم ببعض تمارين الاستطالة يلي رح تعطي عضلاتنا ومفاصلنا مرونة أكثر أو نشاط أعلى. هالتفاصيل رح نتعرف عليها مع ضيفنا بالاستوديو الأستاذ لؤي الحسيني، اختصاصي مجاز في المعالجة الفيزيائية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور. أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. خلينا بالبداية نخبر مشاهدينا شو بنقصد بتمارين الاستطالة، وهي يعني هي التمارين وين بتستهدف الجسم؟ تماما، تمارين الاستطالة الحقيقة هي جزء مهم كتير من التمارين العامة اللي نحن بنعملها بالعلاج الفيزيائي وبالنوادي الرياضية، يعني سواء على المرضى أو على ممارسين الرياضة.
طبعا هدف التمارين الاستطالة هو تحسين مرونة العضلات والأنسجة الرخوة لنحصل على أفضل تناسق حركي مريح. تمام. وهو بالتعريف أنه نحن نطبق قوة شد على الأنسجة الرخوة، طبعا مو بس العضلات، ممكن تطبق على الجلد، على الأوتار، على الأربطة، على المحفظة المفصلية، حتى على النسيج الرئوي. حلو. طبعا بتختلف في مرونة الأنسجة من مكان لآخر حسب وظيفة النسيج، يعني مثلا نحن بنلاقي الإيد بنلاقي هون الأنسجة فيها مرنة كتير بينما هون صلبة. تمام. هون بنلاقي جلد أقسى بسبب أنه في احتكاك على هاي المنطقة فبيتولد نسيج الفيبرين أكثر من الإلاستين. بسيطة. تماماً. تمام. نحن لازم نعرف شو يعني المرونة، يعني نحن قبل شو المرونة، شو بنقصد بالمرونة. أنا جبت معي رباط مطاطي، إذا أخذنا لنفرض 20 سنتي منه وطبقنا عليه قوة شد حتزيد، حيزيد طوله. هلأ إذا قمنا قوة الشد بيرجع لحاله. أوكي. هذا الشيء اللي بصير بالعضلات وبالأنسجة، هي إلى مرونة معينة تستطيل لحد معين وبترجع العودة إلى الوضع الطبيعي بعد إزالة المؤثر. تمام. يلي غير له أبعادها. تماماً. هاي هي المرونة. هلأ يعني أنا حأشرح شغلة صغيرة لحتى يعرفوا الأخوة المشاهدين شو 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 شلون بيشتغل يعني نحن أجسامنا يعني كيف. حلو مفصل إنه الركبة. اليوم جايب نماذج لحتى نماذج حتى يكون الشرح واضح. شيء. نعم. هذا مفصل الركبة. من الناحية الأمامية في عنا عضلات، من الناحية الخلفية كمان في عضلات. هلأ لما نتني مفصل الركبة العضلات الأمامية لازم تمط أو تستطيل. والخلفية لازم تقصر. أوكي. العكس لازم هي ترجع لطولة فمعناتها بدها مرونة. وهي لا عفوا لما ترجع لازم هي تستطيل وهي تقصر. تمام. حركة عكسية معاكسة لبعضها. هلأ مثلا نحن لنفرض بعضلات الفخذ الخلفية إذا كانت قصيرة اللي هي عضلات الهامسترينج شو بتعملنا؟ نحن هذا العمود الفقري، هذا الناحية الخلفية، هي الناحية الأمامية، هون عنا الحوض. تمام. عضلات الفخذ الخلفية بتستند من الناحية الخلفية، إذا كانت هاي العضلات قصيرة وإجا الإنسان حنى حاله لقدام الحوض ما بيقدر يدور فبيضطر العمود القطني يدور أكثر فبينضغط الديسك من الناحية الأمامية وقد هذا الشيء يسبب تبارس قرصي أو فتق نواة لبية. تمام. فكتير مهم أن يكونوا مثلا عضلات الفخذ الخلفية بمرونة كافية. تماماً. استريتشينج وضروري كتير، والكوتشات بالنوادي بيلحقونا لا تطلع قبل ما تعمل 3-4 دقايق استريتش. تمام. هلأ هذا الموضوع اللي بلشنا نعرف شو السبب. تمام. اللي بنقوا عليه. طيب الستريتشينج موفمنتس أو حركات التمطيط هدول كيف ممكن أنا أعملهم بالبيت؟ شو أهمهم؟ لأي عضلات؟ يعني إذا أنا مالي محترف أنا بس بدي حافظ على مفاصلي وعضلاتي وليونة الأربطة. تمام. شو لازم أعمل؟ هلأ يعني تمارينات الاستطالة بحر واسع من التمارين والتقنيات. الأكثر شيوعاً هو التمطيط الثابت، يعني نحن بنطبق قوة شد ثابتة لمدة 20-60 ثانية على العضلة أو على النسيج اللي بدنا نمططه. هذا شيء بيحسن المدى الحركي وبيحسن من مرونة العضلة وبيحسن من قوتها. في كمان عنا الشد الديناميكي اللي هو متقطع، يعني نحن بنشده بنرخي. هذا غالباً يستخدم قبل المباريات الرياضية لتحسين التدفق الدم على العضلات. وفي التمطيط السلبي اللي هو بيجي شخص آخر بيعمل التمطيط للمريض أو للرياضي أو بأجهزة شد أو بجبائر. وفي النوع الرابع اللي هو بسموه PNF اللي هو يعني تحريض منعكسات الحس العميق اللي هي بيستخدموها أخصائيين العلاج الفيزيائي، طبعاً اللي تتطلب معلومات مهمة بالفيزيولوجيا العصبية، بتعتمد على مزج التقلص مع الاسترخاء. نحن في بالفيزيولوجيا العصبية خاصية عنا انه نحن لما نقلص عضلي، يعني انا لما قلص البايسيبس مثلا بيجي امر للترايسيبس انها تسترخي. فنحن بيستغل هذا الشيء باحداث تمطط او باحداث مرونة بعضلة معينة. طبعا هذا الشيء يتطلب دراسه للتشريح ليساعدون. تمام. هذا بده اخصائيين يقوموا فيها لانه بحاجه لعلم الفيزيولوجيا العصبيه، بحاجه
لاختبار العضلات بحاجة لأنه نعرف نحن كل عضلة كيف تشتغل صح شو مداها الحركة بالضبط تماما يعني فعلا هي شيء دقيق لحتى فعلا المعالج الفيزيائي يعطي المريض النتيجة المطلوبة. رح نشوف نحن وياك والمشاهدين اليوم تطبيق عملي لتمارين الاستطالة ونشوف معك شو رح نستهدف اليوم من العضلات بالجسم. تمام يلا قوم لا انا عم اقول للاستاذ كنت تحت الهواء انه لازم شي يوم هيك نستفيد من خبرته ان شاء الله اليوم حناخذ في زميلنا عملي. رضوان هو معالج فيزيائي صباح. اهلا وسهلا فيك يا عم يتابع دراسته الجامعيه كمان رح يحصل على البكالوريوس ان شاء الله هلا لنفرض مثلا احنا في عندنا هون عضله اسمها رافعه اللوح اذا بدنا نمططها لازم نعرف انه نحن اللوح لازم يدور للناحيه السفليه فبنحط ايد المريض بهالشكل هي وبنعمل عطف جانبي وامامي للراس فمنمطط نحن عضله معينه اللي هي اسمها ليفاتور سكابولا او رافعه اللوح او مثلا اذا بدنا نمطط نحن عضله الترابيتيوس اللي هي هون اللي بيكون عنده تشنجات يلي عنده تشنجات بعد والتابات كثيره هدول تعب مكتب قعده مكتب طويله طب واللي بيعمل تدليك للمكان اللي والتاب شو رايك في شيء اسمه نحن اسمه سوفت تيشو موبيلايزيشن او فريكشن مساج يعني نحن هاي الانسجه بنزلقها على يعني كل نسيج منفصل عن الثاني ما بصير نسيج يكون ملتصق بالثاني التشنج الطويل بيعمل عنا التصاقات بالعضله بتسبب شيء اسمه تريجر بوينتس او نقاط الالم هي نحن اذا قدرنا نلاقيها النقطه ونعمل لها موبيلايزيشن ونحركها ممكن انه نستفيد هلا في نحن بنستخدم بعض الاجهزه ممكن طابه تنس نحن نستخدمها في نقاط الم بتكون ناح لوح الكتف ممكن يحط المريض الطابه عليها ويعمل انزلاق الطابه هذا الشيء بفك الالتصاقات اللي موجوده او في بعض الالات اللي نحن بنستخدمها ممكن نحطها على العضله ونعمل تزليق لهالانسجه الرخوه تمام هلا نشرح مره ثانيه بس قصه التمطيط عضلات الهامسترينج اذا نزل رضوان هي تمام هذا الحوض مفروض يدور إذا ما قدر يدور بسبب قصر عضلات الهامسترينج رح يصير جهد كثير كبير على العمود القطني وهذا الشيء ممكن يسبب إصابات ثانية اوكي طب استاذي الكريم كمان في حركات التمطيط يلي بتكون مو بس للأطراف إن كان إيدين أو حتى رجلين ذكرت الرئتين كمان أنا فيني مططة كيف تمام نحن بإصابات الرئة أحيانا بصير تليف رئوي لما المريض يعمل تنفس عميق تمام الرئة حتتمطط تماما تمام حتتمطط الرئة للأخير وهي الحقيقة النسيج الرئوي من أكثر الأنسجة مرونة حلو. ممكن أن تستطيل كثير وترجع لوضع الطبيعي هلأ نحكي شوي عن التقنية PNF اللي حكينا أنه نحن نستخدمها كأخصائيين علاج طبيعي أوكي. طبعاً بعد الاختبار نعرف أنو عضله اللي لازم نحن نمططها تماماً لنفرض عنا البايسبس فيها قصر منوصلها لآخر مدى حركي لإلها بعدين نطلب من المريض أنه يقاومنا مقاومة ثابتة هذا الجهد السلبي تمام الجهد السلبي إلى أنه يتحرض منعكس بيجي من الدماغ لحماية العضلة بتقوم تسترخي العضلة أنا بهذا الوقت فيني مططها فأنا بأخذ أحسن نتيجة ممكنة طبعا هذا الشيء بنستخدمه بالإصابات العصبية صح. للمرضى الفارشقي والتصلب اللويحي والباركنسون والشلل الدماغي اوكي قديش يعني هي تمارين الاستطالة فعلا بتستهدف يعني كثير من شريحه من الاشخاص اللي عندهم امراض يلي نحن ما متوقعين يكون لهم معالجه فيزيائيه الامراض العصبيه المركزيه بتعمل عنا شيء اضطراب بهالاليه اللي حكينا عليها انه عضله بدها تتقلص المقابل اللي لها بدها تسترخي اكيد هلا اذا ما صارت هي الاليه صارت عندنا الحركة أوكي. ما فيها تناغم صحيح تمام في تمارين تانية حابين كمان نشوفها هلا نحن ممكن إن في آلام الظهر بتصير عندنا تشنج بعضلة اسمها العضلة الإليوية المتوسطة خلينا نجربها رضوان اللي قريبة من القطني اللي هي على جنب الحوض على جنب الحرقفة قريب العجوز تمام تمام على الناحية الوحشية من العجوز تمام ممكن نحن نستخدم رول تمام وينزلق المريض على الرول طبعا بعد ما نجري التقييم وانه هي العضله هي بحاجه لهذا الشيء قد ايه ممكن يقعد يعمل على هذا الرول هلا ممكن نزود نحن الزمن بالتدريج اوكي نبلش يعني بالبدايه نبلش مثلا نص دقيقه ونطلع فيها شوي شوي تمام ممتعين هدول التمارين لانه عن جد بيعطوا راحه هدول بيحسنوا اداء
أنا دائما بعطي مثال إنه ليش الطفل لما يوقع بيقوم وبيركض بيكمل، بينما المسن أو الكبير بالعمر بيوقع بده 3 أسابيع ليطيب. هو فارق المرونة. المرونة تمام. نحن كل ما كانت أنسجتنا مرينة أكثر كل ما كان أدائنا وراحتنا بالحركة أفضل. طيب تمارين الاستطالة قديه بتاكل وقت لحتى فعلا المريض يشعر بنتيجة؟ يعني أنا بعد قديش ممكن، يعني أي مريض دائما بتوجه لعند معالج فيزيائي بيطلب أعطيني مدة أني أنا رح أرتاح من التعب من الألم من الوجع. تمام. هلأ إذا إنسان سليم يعني عنده ألم من العمل من الشغل ما عنا زيادة عصبية، فغالبا مفروض خلال 10 أيام ل 15 يوم تبلش العضله تاخذ طول طبعا. افضل من اللي كانت عليه. حنعمل شيء ولا بدنا نرجع نستريح استاذي؟ شكرا يا استاذ رضوان. صح، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. طيب نروح لشغلات ثانيه. شو الاخطاء اللي بنرتكبها نحن وبتفقدنا المرونه بالتدريج؟ ذكرنا بالمقدمه القعده الطويله دون حركه، شغلات ثانيه حاشرحها بشكل مفصل شوي. القعده الطويله اللي بدون حركه، نحن العضلات الاطراف بتتحرك وبتتقلص فبيصير فيها تدفق دم كتير، بينما عضلات الرقبة والظهر هي عم تتقلص وتنتج فضلات بس ما فيها تقلص وتمدد، ما عم تروح الفضلات تمام. فهيدا الشيء بيعمل فيها جهد فبتتشنج العضلة من التعب. بعد فترة طويلة من التشنج بيصير فيها التصاقات، يعني العضلة بتفقد خاصياتها الفيزيائية اللي هي المرونة تمام. بيصير فيها نسيج ندبي، فهذا النسيج لازم يتفكك بوسائل عديدة بالعلاج الفيزيائي، من الفريكشن مساج، من الالترا ساوند، من التمطيط، من الشوك ويف ثيرابي. ففي كذا تقنيه نحن بنستخدمها بهذا الشيء. تماما، يعني فعلا هو التوجه للاخصائي والمعالج الفيزيائي الصحيح لحتى فعلا نطلع بنتيجه بحسها هي الاهم دائما، لحتى نكون نحن مرتاحين والامراض اللي عم نعاني منها تخف تدريجيا مع الوقت. صحيح. شكرا كثير لك لكل المعلومات اللي قدمت لناها واللي بتقدمها بكل مره بوجودك معنا. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا. يسعد صباحك. مشاهدينا صباحنا مكفي معكم، واكيد الابراج رح تكون ختام حلقتنا، ولكن من بعد هالفاصل. وهلا صار الوقت لنعرف ابراجنا وحظوظنا وشو مخبي لنا الفلك بنهايه اخر هي السنه، اخر هذا الشهر وبدايه شهر جديد. انا مستعجله على مصره من البدايه انه اخر السنه مستعجله. لا الصراحه مستعجله، تمرق 23 بسرعه. صار الوقت لحتى نعرف ابراجنا مع نجلاء ابراني. يسعد صباحك. صباحك خير. شو مشكلتنا مع اخر السنه؟ هي بتحسي اول شهر طول. شديده النسيان يا روحي. أوكي ببساطه يعني ميزان شديدة النسيان لأنها ميزان. تماما. يسعد أوقاتكم وتضلوا دائما بخير. هلا آخر شهر، آخر يوم بالشهر 31 اليوم واحد، بداية شهر جديد بتمنى سعيد للجميع. ابتداء من بكرة يجعل على أيامكم سعيدة. ما زال عطارد متقدما، كوكب السفر الأوراق المستردات ما زال متقدما في برج الجدي، ما زال المريخ كوكب الطاقة الحماس، كوكب اللي بيجعلنا شوي متضايقين نفسيا لو كان بموقع غير مناسب، يتقدم في برج الجوزاء. والزهرة أيضا يتقدم، كوكب الشخصنة، كوكب الأمور الشخصية، كل شيء بيخصنا على المستوى الشخصي كمان يتقدم في برج الحوت. هل هالكوكبين بالذات اللي هن المريخ بالجوزاء والزهرة في برج الحوت عامل جزء من مضايقات العذراء والقوس، طبعا إضافة إلى برج الجوزاء والحوت. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اليوم على وشه ابتسامة، ما بعرف إذا السبب اتصالات، اليوم ممتاز لعلاقات شخصية، في تغييرات، في عم تحمي ممتلكاتك، عم تحمي حياتك، عم تضع النقاط فوق الحروف، يعني الأمور ماشية بطريقة أفضل، في أمان واطمئنان عند مولود برج الحمل، ويمكن عم تفتح لك أبواب للسعادة يا رب العالمين. أنت عموماً مرح وحيوي اليوم. مولود برج الثور، انت اللي عم بتناقش بعقد جديد، يمكن بيع او شراء. دائما وجود عطارد في برج الجدي بيخلي الامور الماليه تعني لك بطريقه ما، بس بالنتيجه نصيحتي لك دائما نظم مصروفك. انت من الاشخاص اللي بيتمتعوا بالرفاهيه ومصروفك ما عم بيقل حتى لو كان الدخل اقل شوي. هلا انا برايي خفف من الانفاق عموما مولود برج الثور. جوزاء دخل القمر على برجه عم بيخلي الامور العلاقه بفرحه، فئه بكير،
نوع من أنواع النشاط، لطيف، دبلوماسي، عنده ظروف مناسبة، عم بيحسن علاقاته بالآخرين ويشعر بالثقة بالنفس. بالتأكيد وجود القمر والمريخ اثنيناتهم ببرجك عم بيخلي عندك هيك نوع من أنواع النشاط الإيجابي، يخزي العين، ما عم تقعد، ما عم بتنام نوم الظهر، الأحداث إذا ملاحظ تتلاحق ورا بعض، يعني ور 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 هيك الأمور العلاقة ورا بعض، عم تهتم بمظهرك ومعنوياتك وعم تتباهى بجاذبيتك. مولود برج السرطان، اليوم الأمور أنت شوي مانا مريحة، يمكن في محادثات مع بعض الناس لترتب أمورك، بس الحقيقة اليوم عم بتواجهك نوع من أنواع الضغوطات، ربما خلافات مع شريك، ربما مجبور أنك تعتذر إذا أخطأت لأنه في سوء تفاهم محتمل أو تحريف لبعض الكلام. مولود برج الأسد، يوم اجتماعي بامتياز، يعني اليوم بهذا المطر وين رايح برج الأسد ما بعرف، بس بالتأكيد لو قاعد ببيته فهو عنده زوار اليوم، يوم للزيارات، للقاءات، للعلاقات، يوم مو أبداً مو قاعد فيه لحاله، بالعكس عم تكتر الحوافز في مشروع سفر إذا وضعك يسمح، عم ترغب بالتسلية وارتياد الأماكن الترفيهية، تحاول التوفيق بين عملك وبين أمورك الاجتماعية. مولود برج العذراء، أنت اللي مانك مرتاح، عم تعيش وقت صعب، يمكن لأنه واقف على تكة بدك تنفجر، معصب من شيء قصة، متضايق من شيء قصة، نوع من أنواع التعطيل، مصاعب طارئة أو مسؤولية تضايقك. أنا ما بشوف في شيء سيء، بس يعني كأنه عندك حالة من المراوحة، يعني الأمور لا أخذ طابع تغيير ولا بالعكس، هيك كأنه عم تراوح بالمكان، كأنه ما في شيء مهم على كل الأحوال، بس ممكن كلمة غير مقصودة اليوم تضايقك أو تزعجك، الأمور ليست في أفضل حالاتها. مولود برج الميزان، اللي الأمور اليوم في أفضل حالاتها، عم تسوق مواهبك، مهاراتك، اليوم أنت أكثر قرب من الناس اللي بتحبهم، في حظوظ مساعدة سواء لمشاريع كانت مؤجلة، سواء لتفهم وجهة النظر الأخرى، سواء ليكون عندك خبر أو عرض جديد أو نوع من أنواع الأماني المحققة. حد الأيام الإيجابية ربما تسعدك قرارات. مولود برج العقرب، اليوم كمان الأمور بالنسبة لك إيجابية وجيدة، خدمات تتبادلها مع المحيط، أنت عم بتقدم، هنن عم بيقدموا، المهم في حل لبعض المشاكل اللي كانت عم تشغل بالك، خاصة بالأمور العائلية، عم تستعين ببعض الأصدقاء أو عم تعرف نجاح بعد نزاع أو متيقظ للتفاصيل. اليوم في نصائح ومساعدات مالية عند مولود برج العقرب. في تأثيرات سلبية عند مولود برج القوس، لا أظنه الأفضل اليوم، كأنه هيك عيونه عم تتحرك بعصبية، عم بيدور على شيء ما عم بيلاقي حواليه، هو شوي اليوم ضيقان خلقه، في بعض الاستفزازات العابرة، أنا ما قلت لا، هي شوي تأخير، هي مشاكل غالباً بالنقل أو مشاكل مع زوج أو أخت أخ، يعني حواليه اليوم أشخاص مانون كتير مؤيدين لمولود برج القوس، وهو شوي عدائي، ما عم بيعمل تنازلات عموماً. هلأ اليوم ما تصعد خلافات على كل الأحوال، وانتبه لمواعيدك وقل أنا أعمل 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 لصالح الأيام القادمة. مولود برج الجدي، كمان باستطاعتك تقول أنا أعمل أعمل لصالح الأيام القادمة، بس اليوم شغلك كتير، يعني اليوم في عندك كثير شغل وما بعرف، كأنه يعني متعب، مكسل، ضيقان خلقك، فاقد للطاقة، يمكن هذا الطقس عم بيخليك مانا كثير لك علاقة بالعمل، وجسدك اليوم هيك عم يمنحك إشارات ريحني ريحني ريحني. هلأ إذا بتقدر ترتاح لك ساعة الظهر، تنام لك نوم الظهر، تقعد لك جنب الصوبية، تشرب لك شوية شرب عدس، دائما هي مرافقة للمطر عموما، فالأمور بتصير كثير أفضل. بكل الأحوال انتبه شوي صحياً. مولود برج الدلو، اليوم قادر يطلع اللي بقلبه بدون انفعال، يوم فيه اجتماعات، فيه استقطاب للمحيط، اجتماع يمكن مع زملائك، ابتسامة، تفاؤل، ثقة بالنفس، دروب ترضيك وتسعدك على الغالب، وربما تباشر على الأرض خطوات مركزة لتكون مسموع وكلمتك مؤثرة. مولود برج الحوت، اليوم وحيد أو محبط أو ضايق خلقه، عم بيحاول يشرح وجهة نظره وما عم يقنع الناس الحواليه، أنت كمان شوي متسرع،
حاول تكون قليل الردود اليوم، ما بعرف قد ايه قادر، ما تدخل بصدامات مثلا وما تفتح ابواب مشاكل. تبدو عصبيا قلقا مستعجلا مولود برج الحوت. خليني اعيد مولود اليوم، مولود 31 كانون الثاني، الكائن الذي يحب الحريه ويمارسها ويمنحها لكل من كان تحت سقفه، يعني حدا حر وبيحب الحريه للاخرين، يناقش ويتعلم من النقاش، لا يسمعك لمجرد الكلام، بالعكس يتفهم وجهات نظرك، يحترم رايك ويجبرك على احترام رايه، مقنع، محاور، محب للسفر للتغيير، متهور قليلا، بس من الاشخاص اللي عنده دائما مثل عليا، حضاري ومحبوب من الاخرين. سنه للتعارف، لتوضع النقاط على الحروف، ليكون عندك تقدم او راحه نفسيه، خاصه بقصه بتخص العائله، بقصه تخص الامور الشخصيه. انا بشوفها سنه كثير مهمه وكثير فيها تغيير، خاصه فترات الصيف رح يكون فيها تغيير جذري من مكان الى مكان او من حاله الى حاله. الله يقدم فيه الخير ويسعدكم جميعا. رسائلكم بالتأكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. بشرة عم تسألني مع طارق، يسعد أوقاتكم. والله إحدى العلاقات الجيدة جداً يا بشرة، بس أنتي عنيدة وعصبية أكثر مما يجب. هلا هاي القصة ما كتير بنصحك فيها يا روحي أصلاً، لأنه هو كمان عنيد، يعني ما فيك تغيري إذا ملاحظة، والشيء اللي بدك إياه بدك تجي من تحت، يعني عموماً باللطف، بالدبلوماسية، بالحبية، أما تجي بالعناد وبالعصبية فهو ما رح يقنع. هلا هاي سبب أغلب المشاكل اللي بتكون بيناتكم، وإلا العلاقة بيناتكم جيدة جداً طبعاً والسنة حلوة. رشا أحمد عم تسألني عن أمورها، سنة مال وعواطف يا رشا، خاصة فترات الصيف الأفضل بدها تكون الزهرة كوكب الحب والعواطف لديك، سيتقدم ويتراجع بأربع خمس شهور، رح يضل في برج الأسد صديقك، فالأمور جيدة جداً بالنسبة لك هذا العام. منال عم تسألني مع محمد، الله يقومك بالسلامة يا منال، سنة جيدة جداً جداً جداً، أحد الأعوام الأفضل وغالباً فيها تغييرات حلوة ومفرحة، ما بعرف، الله يفرح قلبك بأمتك بالسلامة. طبعاً أصلاً العلاقة بينك وبين زوجك جيدة جداً. سراء وإبراهيم، يوم وشهر وسنة واسم. رغد بنت عائشة، يسعد أوقاتك يا رغد. رغد عندك سنة بتاخد العقل، وكل شيء هلأ عم يمشي باتجاه الأفضل، بس ما أظنه كتير للتغيير عاطفياً، عم بحكي قبل الصيف. تغييرات هلأ مالية عملية، إذا بتشتغلي ففي تغييرات بالعمل ربما أو بأمورك المالية. طبعاً أصلاً الشهر الثالث رح تفتح بحياتك أبواب هيك تحسن مالي، بس الصيف هو المفرح كعواطف أو كتغييرات عاطفية. إبراهيم عم بيسألني مع وردة، يسعد أوقاتكم، إحدى العلاقات الأفضل يا إبراهيم وردة، علاقة جيدة جداً 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 ودائمة جداً جداً، ولكنها بطيئة جداً جداً، فما بعرف إذا هو زوجك أو لساته مشروع، بس هي من العلاقات اللي اتناسكم فيها قليلي الكلام وبتتصرفوا ببطء، ما بتستعجلوا بقراراتكم، وهي قصة إيجابية. زبيدة عم تسألني عن أمورها، يسعد أوقاتك يا زبيدة، والله سنة جيدة لكن فيها تعب مالي زبيدة، ما بعرف إذا عندك نية تبيعي أو تشتري. أنا ما كتير بنصح، يعني بنصح إذا بدك تبيعي تشتري بنفس اللحظة، ما تحطيهم بإيدك لأنك حدا ما بيعرف يمسك قرش أصلاً، فانتبهي على هاي القصص على كل الأحوال. يعني وضعك المالي هو المانو كتير مريح هذا العام، بس بقيت الأمور جيدة. لاما بنت فلك، يسعد أوقاتك يا لاما. لاما عندك 3-4 شهور بياخدوا العقل، غالباً فيهم تغيير وفيهم تغيير أساسي، يعني بظن خطبة، ارتباط، لأنه الصيف رح يكون للحركة من مكان إلى مكان. إن شاء الله أيامك دائماً سعيدة، يجعل أيامكم خير وتضلوا دائماً مبسوطين وتضلي دائماً بخير يا نجلة. يسعد صباحك، شكراً كثير لك يا مدام. صار الوقت مشاهدين لنروح مرة أخيرة لمطبخ صباح الخير مع شيف تهامة، ونشوف الثلاث أطباق كيف حتقدمون. يا صباح الخير عن جديد، وهيك صار معي الأطباق الثلاثة طلعوا جاهزين وبياخذوا العقل. فتحت الدرج لآخذ شوكة، قام طلعت معلقة، خلينا نجيب الشوكة.
وهيك مثل ما انتم شايفين هون عندي البطاطا الوجه صارت تاخذ العقل، اتبعوا نفس الطريقه اللي انا عملت لكم اياها، كمرتها بمي سخنه نص ساعه، حطينا ملح فلفل، ثلاث شغلات دول حفظوهم بالبطاطا الوجز، الاوريغانو، بودره الثوم والبابريكا، هدول الثلاثه بالضبط. حبيتوا تحطوا عليهم شويه اشقوان كمان بتطلع طيبه، وزيت زيتون، بس انا هيك حبيتها ودايت. مثل ما انتم شايفين هي ليك شو طريه طلعت عن جد، بتلكوها هيك بصوص الكوكتيل. لا ما حاكل، وهيك مثل ما انتم شايفينهم صارت عندي جاهزه. انا بس مشان شهيكم تقوموا هلا هيك تعملوها، حاج تقلوا بطاطا، اساسا الزيت غالي، وهيك نقطه زيت زيتون وبالفرن وخالصين. صحن التبوله شو بدي احكي لكم، بصراحه الحموضه تبعه يا نور غير شكل. تعالي لاحكي لك على هدول اللي دقتي منهم وقلتي لي طيبين. اوكي، شو رايكم بالاطباق الثلاثه؟ يسلم ايديك، حلوين كثير ان شاء الله. بكره شو بدي اشوفكم على اكله انطلبت مني كثير، اللي هي دجاج فلورنتين، وان شاء الله هيك اذا بتحبوا اكله السبانخ مع الكريمه ودجاج تابعونا بكره. يسلم ايديك يا شيف تهامة، يعطيكي الف عافيه. الله شكرا كثير لك. ولهون مشاهدينا حلقة اليوم بتكون خلصت، وإن شاء الله يا رب تكون نالت أعجابكم بكل فقراتها وتقاريرها يلي منحاول دائما نكون حريصين لنقدم كل المتعة والفايدة لكل الأشخاص يلي عم يحضرون. دائما نتمنى الدفء يعم ببيوتكم وبقلوبكم، ومن هون لآخر الأسبوع في منخفض ثلجي، يعني ريف دمشق بلشت الثلوج، وأيضا بباقي المناطق بسوريا. إن شاء الله يا رب الله يبعث الخير. آمين. والتوفيق للجميع. 10:15 ناطرينكم بكرة، فكونوا على الموعد، ضلوا بخير.